طيب هبدا بقى كده بسخن هنا البين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اعمل مع حضراتكم نقطتين زيت كده، بسم الله. في ناس ممكن تحب تحط مثلا سمنه، بس انا يعني على حسب كل بيت واللي بيحبه، بس احنا عايزينها خفيفه لان بصوا اللحمه فيها نسبه فاتس يعني شويه، فيها نسبه دهون، فاحنا ايه هتحل محلها يعني عشان ما يبقاش بس الاكل دسم ويعني في دسامه شديده. هناخد بقى البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب كده تقليبه حلوه، ونزل طبعا رشه الملح مع البصل عشان الميه بتاعته، ورشه فلفل تطعمه كده وتديله ريحه وهو بيتحمر حلوه. بصل لما بيتنكه وبيبقى ليه كده طعم في وسط الاكل يعني. ناخد مدام عفاف من الجيزه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك مدام عفاف؟ الو، سامع حضرتك، اتفضلي. الله يسلمك، ازاي حضرتك؟ انا بخير حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. يا ريت يا مدام عفاف تحاولي تكلمينا مرة تانية، ويا ريت تكلمينا من التليفون وطي التلفزيون عشان أسمع حضرتك كويس. شرفتينا يا مدام عفاف. بصوا بشوح البصلاية حلو، حط فصين الثوم كده، وهنزل اللحمة بتاعتي، ولما بنزل اللحمة لازم على طول أديها رشة ملح عشان تتفرفط حلو، ورشة فلفل برضو للطعم. طيب وهبدأ أقلب الخليط الحلو ده، يعني الجودة بالموجود، الموجود هنعمل منه حاجة حلوة. ولو هفترض ان انا عندي شوية عصاج اقدر احط فيهم شوية خضار واعمل بيهم وصفة حلوة، اعمل بيهم طاجن في الفرن، يعني نقدر نعمل حاجات كتير قوي نستفيد باللي موجود عندنا في البيت. طيب مدام عفاف رجعت لنا، يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك. بقول لي لو سمحتي يا مدام عفاف، اتفضلي. انا دلوقتي عايزه بنتي، عايزه يعني هتتجوز، بنتي هتتجوز، وانا عايزه اعمل لها اكل صباحيه حلوه. تمام، عايزه تعرفي يعني الاصناف اللي حضرتك تعمليها لها؟ عايز. حاضر، هقول لحضرتك، ممكن تسمعيني من خلال التليفون؟ حاضر. الأهم برضو إن حضرتك تعرفي العريس بيحب إيه، عشان دي حاجة مهمة، لأنه حضرتك في الآخر بتخطبي بنتك وشريكها. فأعتقد الحمام من الوصفات الثابتة، لأن في ناس ممكن يعني نادرا منهم ما بيحبش الحمام، لكن الأغلبية بتحب الحمام، وفي ناس يعني الحمام ده حاجة أساسية اليوم ده. ممكن تعملي من أصناف المحشي، وممكن يبقى فيه بط لو عايزه تعملي بطه لطيفه، يعني تديهم متنوع على حسب، لازم تشوفي زوجها برضو بيحب ايه. ما تكتريش اليوم ده، احنا عايزين حاجات تقضي الليله، لان انت هتبداي تبعتي لها باستمرار حاجات، لو هي ما كانتش مسافره هتضطري تعملي لها حاجات، يا تشيلها وهي على التسخين، يا اما هتوديها لها فريش الفتره او الاسبوع الاول على الاقل يعني. فدي حاجه مهمه جدا، فلازم حضرتك تعرفي ايه يعني. في ناس تقول لك ايه لازم فرخه الاتفاق، انا كان نفسي اسال ام اسلام عملت فرخه الاتفاق ولا ما عملت. هي طبعا مامت مي اكيد عملت، بس انا عارفه كمان ان ام اسلام عملت، كانت بعت حمام وحاجات حلوه. فلازم حضرتك لو الحمام المحشي اوكي، سواء رز او فريك على حسب برضو هم بيحبوه بايه، ولو هم واحد بيحب ده واحد بيحب ده، هتعملي الاثنين يعني هتنوعي. اعملي لهم البط برضو بيبقى مفيد جدا ليهم. في بيحبوا بقى الاسماك والجمبري والحاجات دي، بعد ما بيبداوا تروحي لها في زياره تانية او تبعت لها غدا تاني، لازم يبقى في وجبه بحريه مهمه جدا في الاول. والفطير ده مامه العروسه لازم يعني بتعمله، مامه العريس على فكره كمان، يعني مامه العريس بتعمل ومامه العروسه بتعمل الفطير المشلتت ده، لازم الصبح يفطروا الفطير، العسل، القشطه، الحاجات الحلوه الاساسيه. فلازم تبقي عامله حسابك ان الفطير ده مهم تكوني عاملاه لها بالسمنه البلدي او بعتاه في مكان يخبزه. لا قبل ما نكسب الوقت لازم احط الاول الايه، بصوا بقى البسله، انا بصوا شوحت هنا، بصوا اصناف محشي ما تكتريش مدام عفاف، ممكن تعملي نوع من اصناف المحشي الحلوه. الناس بقى اللي بتحب الكوارع والحاجات دي ممكن ومره تعمل لهم كده ورق عنب بالكوارع،
شوربة كوارع، فتة صغننة فيها كوارع، ممبار، حاجات اللي هي الاورينتال. يبقى لازم في وجبة بحرية، وجبة كده، لكن يوم الدخلة لازم حمام، بط، محشي، الحاجات اللي هي الأساسية اللي كلنا عارفينها. طيب بصوا بقى، هحط البسلة هشوحها مع اللحمة اهي، شايفين ازاي؟ بسم الله اهي. هحط عليها رشة كده بسيطة من البهارات، بهارات اللحمة، رشة بسيطة من ملح بسيط قوي، لان هسقي بالمرق. وطبعا بعد ما بشوح كده، هي دي المرحلة اللي بقول لحضراتكم لو عندكم شوية عصاج وعايزين تعملوا بيه وصفة تانية، ممكن نحط عليه البسلة والجزر ونعمل بيه رز بالبشاميل، او يتعمل بيه طاجن رز معمر تحشي برضو بالرز المعمر، كمان جميل يا مدام عفاف. الرز المعمر حلو لو عايزه تعمليه بالحمام ممكن. بصوا كده، هنحط بقى الصوص بتاع الطماطم، بسم الله، وهن ايه، هنقلب تقليبه، مش هحط اي اضافات دلوقتي، هسيبها تغلي غلوتين مع بعض مع حضراتكم. دلوقتي مش هعمل اي حاجه غير انها تاخد غلوه مع الصوص ده، وتاخد من طعم الطماطم الطبيعيه اللي احنا ايه حاطينها. وبعدين هنغطيها، اول ما تبدا تغلي كده هنشوف محتاجين صلصه او مش محتاجين، هنبدا نزود المرق ونسيبها تستوي.